معنا بطريقه ايجابيه ونحن ملتزمين مع الساكنه، فعندها مطالب تخص النظافه والاناره والرياضه والتنشيط الثقافي وعدد من مشاريع عندها طابع اجتماعي وصحي، ونحن ملتزمين مع هذه الساكنه. فالحمد لله هاد الدوره اللي درنا اليوم فهي ايجابيه، فكانت من طرف السكان واحد العدد ديال الاستحسانات، فالناس تيحلفوا لنا باليمين والله تنصوتوا عليكم نتوما، حنا كنعرفوك وكنعرفوك وكنعرفوك، انت اللي غنصوتوا عليك، ما غنصوتوا على حتى شي واحد، انت اللي نقدو نجيو عندك في الدار ونقدو نجيو عندك في كل مكان ونلقاوك، انت اللي كتوقف لنا في الشارع وكتوقف لنا في المكتب وكتستقبلنا، انت اللي كنلقاوك وكندقوا عليك في دارك وكنعرفوا ولادك وكنعرفوا الاحباب اللي معاك وكنعرفوا الناس اللي قدمتي لنا في اللائحه كيعرفوهم جميعا. هذا اللي بغيت نقول، وبغيت نقول هذا الشعار اللي كينطقوا به المناضلات والمناضلين، صوت اللي كتعرفو وكيعرفك، صوت واللي شراك اليوم غادي يبيعك غدا، غدا ما يمكنلكش تشكى منه، غدا ما يمكنلكش تدير منه تقول هذا راه ما مزيانش، لانه شراك. حنا ما نشريو حتى حد، حنا توجهنا للمواطنين والمواطنات برنامج، هذا البرنامج هو الذي سوف يصوت عليه من طرف هذه الساكنة. وكذلك بغيت نقول هذه المجموعة اللي قدمنا هي مجموعة نزيهة، عندها أداء أخلاق ممتازة ومعروفة في المدينة، وعندها نكران الذات، وهي بالعقلية ديال التطوعية باش
شاركت في هذه الانتخابات، وحنا هذه المرة تنشعروا بأننا نقوم بحملة نظيفة وراقية للساكنة ديال هذه المدينة.